دخلت لواحد العالم اللي هو غريب على العالم الطبيعي اللي حنا كنعيشو فيه. ما كاين شي حاجه سميتها المصدر، كاين شي حاجه سميتها تخلص بالغرض وخرج بالغرض وخرج. بنت كتجي كتخلص على بحالها 1000 درهم بين الباساج ممارسة. اي حاجه غير قانونيه كتهبل تما، لمبلي بالغبره كيدخل معاه الغبره، خاصو ياخد راحتو رحيله. جلس ما نعرف فين هو، كينفح وكيمارس وكيدير كل شي مهم. ساعه كيدوز احسن ساعه في حياتي. جا عندي واحد الراجل شارف وجايب معاه ولدو صغير عندك 18 سنه، قال لي هذا ولدي، قلت له مرحبا بي. قال لي اعطاني الفلوس وقال لي تهلاي فيه، ديرلو اللي بغا ديرلو اللي بغا. كاين شي حاجه سميتها القرار تاع اما اللي صبره ما كاينش. حسيت بالحقره، حسيت بالحقره. قال لي نعطيك اللي بغيتي وبقى كاينو حاليا الفلوس. قلت له ما تهضرش معايا، انا ما غاديش ندير شي حاجه صحيحه ويجي يشدني وبقى كيضرب فيا. جيت من باش نقلب على شي خدمه في طنجة. الصراحه دفعت السيفيات بزاف وقبلوني شركات، ولكن الشركه لقيت باللي الصالير ديالها قليل وما كافينيش، وانا عندي ظروف عائليه ومحتاجه نخدم على عائلتي ونصيفط لهم. وطنجة يعني غاليه وخاصه مصاريف والصالير ما كافينيش. وتعرفت على بنات، الناس كلهم منين اللي خدامه في شركه، اللي خدامه في صالون، اللي كلهم منين كنتعرف عليها. المهم بداو كيقولوا لي كاين اللي سبا وهذه تخدمي فيها طايره وهذه. انا ما عنديش فكره السبا، ولو البنات كيدخلوا لي ديك الفكره لراسي. المهم ولات عندي حتى انا ديك الفكره، وليت كنفكر فيها. مشيت قلبت في لي سبا، دخلت حقلات السبا، يعني دخلت لواحد العالم اللي هو غريب على العالم الطبيعي اللي حنا كنعيشو فيه. السبا يعني كنخدم الماساج، كنخدم له ماساج على حسب الماساج اللي بغا صافي. يقدر يعني يعطيني بورفوار، يقدر لا. المهم على حسب الى عجبو الماساج وصافي. هادشي اللي كنعرف. انا اكتشفت باللي تيخلصوا في لاكيس، يعني تيخلصوا الثمن ديال الماساج والثمن تاع ممارسة الجنس صافي. كتدخل البنت عند الكليان، تيقول لها تيجي من الاخر، تتقول له ندير لك ماساج، تيقول لها لا اجي لعندي. تتقول له كيفاش، يقول لها راني مخلص كل شيء في لاكيس. كتتلبي له الرغبات ديالو صافي وكيمشي فرحان. ولا ما درتيلوش خاطرو كيريكلامي بك عند الباترونه، والباترونه يعني منو تريكلامي عندها البنت، ريكلامي عندها الكليان. واحد المحل اللي هو تاع الدهاره ماشي ديال المساج، ولا واحد الانسان اللي جالسه في لاكيس وشاد بنات كتخدم بهم. الا بغيتي تخدمي في داك الدومين خاص ما يكون عندك لا قلب لا احساس لا حتى باش تقدري تعيشي في داك العالم. قصيره تكون له ظروفها، كاين اللي والديها ميتين، كاين اللي اغتصبها شي واحد، كل له ظروفها. كاين اللي مبليه خاصها باش تشري البليه، كل ظروفها. يعني كل اي وحده مسخه واي وحده بدون مستوى كتجمع تما، واي وحده عندها ظروف كتجمع تما. يعني هذيك البلاصه كتلاقي اي بنت. الصراحه كنحس براسي انا لا شيء فهاد الدومين ديال الماساج، كنحس براسي لا شيء، ما عندي لا قيمه لا حتى شي حاجه، بدون مستوى. يعني خاصني نهبط الراس وصافي. يعني الا ما هبطش الراس غنتوقف في داك المحل. كيجيو طبقات، كاين اللي عنده، كاين اللي ما عندوش، كاين اللي مريض نفسيا، كله سميتو كيفاش داير في عقله. كطيح في عادات الدرجه، كاين اللي عنيف، كاين اللي درويش، كاين اللي بزاف د الرجال كنتلاقاو مع فئه تاع الرجال تمايا. اكثريه كطيح فيهم مزوجين، اكثريه منهم تيكونوا مزوجين. انواع كله فاش كيخدم. المهم كيجيو ضروري هذيك بليه، واللي دخل داك العالم الصراحه تيولف عليه. كنمشي لاي محل كنلقى مكفس في داك المحل، شي حاجه زايده على داك الشيء اللي كنت كنعيش وانا في داك المحل الاول. طنجة فيها لي سبا، وهاد لي سبا يعني واخدين صوره تاع بلي هي سبا، وما هي حق يعني واحد الحاجه تاع الدعاره. لا ما كاينش الماساج،
شي حاجه سميتها المساج غير هضره هذيك واشاعه، ما كاينش شي حاجه سميتها المساج، كاين شي حاجه سميتها تخلص تدخل تقضي الغرض وتخرج. هادشي اللي كاين في لي سبا كاملين في طنجة، مسميينها مساج وصاف. المهم سميتو الفرق ما بين الفساد الزرقاء والفساد تاع داك المساج اللي كيسميوه مساج. المهم هاديك مستورة والاخرى مفضوحة، كيدخلوا فلوس يعني الباترون تدخل حتى 4 المليون في النار على ظهر الكليان وعلى ظهر البنات. بنت كتجي كتخلص على ظهرها 1000 درهم ما بين الماساج والممارسة، ومن الفوق فاش تكون خارج في اخر ساعة ضروري تحط 100 درهم ولا 200 درهم. هذه لا بغيتي تبقى في المحل ما خلصتش كتوقف في البلاصة. واحد المرة جا واحد الانسان واقيلا مريض ولا ما عرفتش، دخلت نخدم له حقا تكرفس عليا نعس معايا وهادي وتكرف وضربني ومشى في حاله. يعني وفاش انا هضرت مع الباترونه قالت لي انا عندي الربح في الكليان ما عنديش فيك الربح، صافي نسي وبرديها في قلبك وقلت يعجبك الحال ما عجبكش الله يسهل عليك بما احسن. لكن لو قالت حاجه خدامين عشوائي تسميه ما كيعطيوهاش صحيحه، الا تشكى مني الكليان صافي غنتوقف في البلاصه، حيت هي ما تقولها لنا تقولنا كتعايرنا وكتقولنا ما عندناش ما عنديش الربح فيكم، عندي الربح في الكليان، نتوما تمشي بنت وتجي بنت. جاو دراري صغار، جاو رجال كبار، بنات قصيرات، داك الدومين ما فهمتش مخلطو بزاف، اي حاجه غير قانونيه كتعمل تما. اللي مبلي بالغبره كيدخل مع الغبره، خاصو ياخذ راحته في حيله جلس ما نعرف فين. هو كينفح وكيمارس وكيدير كل شيء، مهم ساعة كيدوز أحسن ساعة في حياته فاش كيدخل داك الشومبر. بصراحة طلع لي هاد الشي كامل في راسي، قلت صافي نقدر نبدل هاد الدومين وهادي نخدم شي خدمة الحلال. مشيت صنعت علي واحد السيدة قالت لي تجي تخدمي لي الحيلة قولي السيدي، قلت لها مرحبا، قالت لي نعطيك الصالير، قلت لها واخا يعني يعني لي ستيتي كل حلاقه في لي سبا ماشي هما في لي سونتر عاديين مثلا الحلاقه ولي ستيتي، حيت الراجل كيتهلا في البنت. بديت معاهم ولا الكليان كيشوفني كنعجبو، هي كتفاهم مع الكليان في لاكيس كتقول له انا نجيبها لك وهادي وهادي، كيتفاهموا على يعني بشحال يخلص باش غنمارس معاه وهادي. كتبيعني كندخل لعندو كيقول لي اسمي انا تفهمت معاها فلاكيس عليك انت باش ديري لي اللي بغيت، نقول له كيفاش وهادي، يقدر الكليان يعني الا تقبلني كما انا يقدر يهضر معايا مزيان ويمشي يتناقش معايا فلاكيس، وهي ما عندهاش الفضل الدبز مع الكليان، ضروري كتعامل معاه زوين وتقول له مره اخرى نجيب لك بنت زوينه وهادي باش تقدر تكسب داك الكليان. تعاملت معاه ودرت له خاطر راه كيمشي وتيعاود يجي صافي. المهم كندخل عند الكليان تيقول لي نفس الحاجه، لا راه انا تفاهمت معاه في لاكيس باش نمارس معاك وهادي، ديما كنتناقش مع الكليان هي ما قدرتش توقفني حيتش يعني انا ديما كنرفض، ديما كتقول لي ديما كنتناقش معها يوميا ولات عينيها عليا واخا ما قدرتش توقفني حيتش محتاجه ليا عليها ما قدرتش توقفني. صافي بقيت هكاك. المهم واحد النهار انا خارجه مع ديك ال11 من الخدمه ساليت خدمتي، تتشدني كتقول لي اجي نصيفطك، قلت لها واخا مادام مرحبا، قالت لي تمشي للبقال جيبي لي بريزيرفاتيف، قلت لها شوفي البنات هما يجيبوا لي، قالت لي لا نتيا مشيت بان لي المحل عامر بالناس داك البقال عامر، رجعت في حالي كذبت عليها قلت لها راه سميتو داك البقال راه ما عندوش بريزيرفاتيف، رجعت قلت لها عطيتها فلوسها، قالت لي اجي فين غادا، قالت لي واحد الكليان شافك راه شاف البنات كاملين وما عجبوش دخلي تخدمي له، قلت لها لا راني نمشي سالا يعني سالات الوقت ديال الخدمه ديالي، قالت لي لا والو يدوزي وهادي وديك الساعه وسيري. وجاتني من الاخر قالت لي هاد الكليان سميتو كيبغي يمارس وهادي وهادي، قلت لها لا انا ما نمارسش معاه. تزيدنا في الهضره، نطلع عندي ضرباتني، جاو البنات تاع المحل اللي معاها قدام يعني هما كليكا، البنت واش كتقدم تسمى يعني راه كيديروا كليكا يعني بحال العصابه، تحاموا عليا كاملين. كليان كان في الشومبر
كان جالس كيتسناني باش نجي نمارس معاه. كان يعني ما لبس حتى شي حاجة، كانت تيتسناني باش نجي لعندو. فاش انا رفضت وقع هاد المشكل يعني ودبزنا وتكرفسوا عليا وهجموا عليا، شنو دار الكليه؟ لبس حوايجو خرج وجا لعندي قال لي شكون انت حتى ما تتناسيش معايا، وبقى كيعايرني وهادي صافي، وشدني وبقى كيضرب فيا ويخشي فيا يدو ويخشي فيا رجلو وتكرفس عليا مزيان. تجاوبوا لي جداونا كاملين، حسيت بالحقرة. تمنية البنات وراجل كليان ضروري نتألم، حيتاش هو براسو يعني انا مرفضتو. الراجل فاش كترفضتو شي وحده ما كيتقبلش، قال لي نعطيك اللي بغيتي وبقى كيلوح عليا الفلوس. قلت له ما تهضرش معايا، انا ما غاديش ندير شي حاجه صحه، ويشدني وبقى كيضرب فيا وتكرفس عليا مزيان. طلب باش ياخذوا لي حقي من هاد الناس. مشينا داونا البوليس، درنا الشكايه، بداو يعني انا اللي هاجمين عليا، وبداو البوليس كيتعاملوا معايا بواحد الطريقه في شي شكل. لو انت كتدخلي وتخرجي في الهضره، يعني انا جايه نشكي باش تبقى تغوت عليا، ولا ما عندكش الحق تغوت عليا. صافي درت شكايه، داروهم الشكايه، عاودت لهم داكشي اللي كاين. صافي هادشي اللي كاين الصراحه. تاقو ما تاقوش، حيتاش انا فاش انا دخل لك الدومين راه يحسبوني في حالي في حال جميع البنات اللي خدامين تما، ما غايشوفوني شي بنت الناس، ونبان لهم بدون مستوى. مهم كيسمعوا لي وصافي. صحتي كامله، وجهي يدي تكرفسوا عليا ديال بصح. درت شهاده طبيه فيها 30 يوم، يعني مشيت لعند الطبيب بقى كيشوف فيا، قال لي بقيتي فيا بنتي هجموا عليك وتكرفسوا عليك. صراحة بتعامل معي وعمري شهادة طبية فيها 30 يوم، حيتاش بالصحة صحتي كاملة مدقدقة. جا عندي واحد الراجل شارف وجايب معاه ولدو صغير عنده ديك 18 سنة. أنا صحابني الراجل هو اللي غايدير الماساج، جا لعندي قال لي اجي نهضر معاه. قلت له مرحبا، قال لي هذا ولدي. قلت له مرحبا به. قال لي أعطاني الفلوس وقال لي تهلاي فيه ديري له اللي بغى. خا يكون الفلوس يعني شي حاجة الحرام، كتبقى الحرام كيجي هادي يقيس فيك ويجي هذا ويقيس فيك، كيفاش غادي باش غتحسي؟ طبعا غتحسي راسك لا شيء، واخا يكون عندك مال الدنيا، واخا يكون عندك ما نعرفش شنو في هاد البلاد. استغلال كاين الكليان اللي كيسب، كاين الكليان اللي تيقول لك انا شاري وانتي انا شاري لحمك طلبي شنو بغيتي، كله شنو تيقول. حيتاش كنطيحو في عاد ديال الرجال، يعني ماشي طبع واحد ديال الرجال. كاين اللي مريض نفساني، كاين اللي كيجي كله كيفاش كيجي. دابا هاد لي صبا هادو كاملين اللي كاين، باغا نعرف انا واش ما كاينش اللي يوقفوهم، واش ما كاينش اللي يسد هاد المحلات اللي غيحيد هاد المنكر هذا. حيتاش راه ما كايناش شي حاجه سميتها الصبا، كاين الفساد، الفساد مستور. حيتاش كاينين بنات كيستغلوهم، وكاينين بنات كيتكرفسوا عليهم، بنات كيسبوهم، يعني كنطيحوا بزاف المواقف. يعني فين هما هاد المسؤولين؟ فين هما هاد الناس؟ ولا كتهضروا على شي حوايج ما كاينينش، شي حاجه نيت لي حرام ومنكر ما كتهضروش عليها. الصراحة أنا كنطالب باش هاد لي صبا تشوف لهم شي حل وتسدوهم كاملين، حيتاش مكيناش شي حاجة سميتها صبا، كاينة شي حاجة سميتها أوكار الدعارة. أما لي صبا راه مكاينينش، هادي كيسميها وصافي تيديروها فوق المحل باش يقدروا يستغلوا البنات القصيرات وهاللي مزوجة. تلقى راجل مبنت فحالو فحال المرا، تا هو كيتزاحم معنا في داك الدومين. كاينة مرا مزوجة مدابزة مع راجلها غير مدابزين، كتجي تتخدم معنا، بنت هاربة من دارهم عندها 16 عام جاية تاهي خدامة معنا. يعني بزاف د البنات كيتجمعو تمايا، اللي عندها شي مشكلة اللي خارجة من الحبس ولا كيقلبو عليها البوليس كتخدم معنا. بزاف د البنات الصراحة، يعني هادي هي النتيجة ديال لي سبا. نهار بغيت نوقف من لي سبا وعاود فكرت نرجع ليها، ها النتيجة. يعني ها انتوما كتشوفو شنو وقع لي، يعني مشيت المحل ما بغيتش ندير لهم اللي بغاو، تكرفسوا عليا المحل كامل، تكرفسوا عليا حيت هما كليكا، تكرفسوا عليا وانا كنطالب بالحقوق ديالي. انا كنقول لاي بنت كتدخل لهذا العالم
باللي من الأحسن تمشي تشوف شي خدمة الحلال. هاد العالم كيدي غير الهوية والله العظيم، حيتاش واحد العالم اللي في شكل أول حاجة تقدر تهشي مرض، ثاني حاجة تقدر تطيح في شي مشكل كبير. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.